صباح الخير، صباح النور والياسمين، وصباح الزهر، وصباح الورد عليكم. شنقول لكم اليوم؟ ان شاء الله نديكم معايا في واحد الفلوغ اللي زويوني ان شاء الله، ويكون خفيف على قلوبكم. توحش الفلوغات. المهم خليكم معايا تشوفوا هاد الاجواء هذه اللي ان شاء الله نكونوا دايرين. اليوم غنحتفلوا مع جيران ديالنا اللي هنايا ديال الخطبه ديالي، حيت كيما تقدروا تشوفوا تخطب الحمد لله، والله يسهل على كل واحد ان شاء الله وييسر الامور ديال كل واحد. انا عاد فقط عيانه مدقدقه، البارح خدمت انا كنديرها ماما، البارح خدمت نهار كامل، ودابا عاوتاني فايقه مدقدقه مروحه بزاف. المهم خليكم معايا، برك ما طول عليكم بزاف. يلا نشوفوا بعد، خليكم معايا في هذا الفيديو. نسيناهم اخر لحظه، ولي ما كاينش طوموبيل. دابا انا شريت القاعد، كنشوف الكيسان اللي كاينين، زيت اللون الكري، هذا كحل فيه الكري، كاين البويض ولكن سامبل بزاف، حتى زيت هذا القاعد هذا كري، هذا الزيت. شنو نقول لكم؟ صافي كنظن ما نسيت والو، على الله ما نكون نسيت شي حاجه. كوكا خصني كوكا. ما عرفاش كي نحط هذا التليفون هذا في الطوموبيله الصراحه هاد الله. المهم انا دابا كنصين صاحبتي، مشيت قديت نالي على الشمس، ما نقول لكمش مشيت قديت داكشي اللي كان باقي ها النعناع، مازال هنا كيعاطي بريحته والله. المهم دابا كنصين صاحبتي، راه جيت باش نجيبها غادي تعاوني، وانا كنصينها دابا. هيا جايه نوريكم شويه داكشي اللي دايرين. ها شوف بابا اترو با دون بلوغ، هادو اللي جابو بابا العريس كنهضر عليك. سي فري اصلا قلتيها انا. انا بريباريت الدجاج محمر، ها هو كي حطه على هنا تيبقى سخيخن ومغطي في الفران، وهذه ما نوريها لكمش دابا. المهم انا كل وحده شنو كتصاوب، هادو ماما صاوبتهم البارح طاجو في الميكات بحال دابا لاريكو، انا صاحبتي كتصاوب هاد اللي غادي بحال هكايا، عاوتاني تاني ميكا فيها ميكا فيها بطاطا مصاوبه مشرمله كتحطها هنايا باش كدير بها دويورات، وحنا غاديين كنصاوبو دابا هادو ان شاء الله يكونوا الطباسيل ديال اللحم ان شاء الله. لحم فوار، وانا كنصاوب لها لي كاروت باش يديروا لنا، كنحاول ندير لهم داكشي باش يقدروا يزربوا في الزربه زعما. هادي ان شاء الله هي الكسوه اللي غنلبس جايه هكا. Gracias.
كان يكون جا هاد الفلوغ هذا المهم كانوا عندنا الضياف وداكشي دابا عاد مشاو. المهم صراحه دوزنا عشيه واعره بزاف هضرنا فيها وشرحنا وفوجنا شويه مع هاد كورونا هذا راه بنادم كيسخف. المهم شنو نقول لكم صافي هادشي اللي كاين. ما وريتكمش الاوتفيت ديالي ها نتوما دايره هادي حوالقاتها هاد الكسوه هادي فوالا ها نتوما نوريكم هنا ممتوش في الروينه هذا هو الاوتفيت ديالي. يا ياسمين لا هدا الله تسخر تصرف لك حقك. نحل على القطيطة ديالي بيرلا كتعايرينا مثل الحرام ياكي بيرلا. المهم شنو نقول لكم دوزنا عشيه ها والله ما كنفهم ما كنفهمش لغه القطط. اش المهم دوزنا عشيه غزاله كتحماق. ما كنبغيش نصور بزاف ملي كيكونوا الناس حيت خاصك تحترم عاوتاني كل واحد وبغى يشطح ترانكيل يبغى يكون جالس ترانكيل يبغى ياكل فرحته. دونك كنكون شديت لكم غير شي لقطات بحال هكايا ديال الماكله وداكشي باش تشوفوا نتوما ونبارطاجي معكم هاد الوقيته هادي. المهم هادشي درنا بمناسبه الخطبه ديالي اللي دارت وفوالا جينا هنا نحتفلوا مع الجيران ديالنا. كنتمنى نتوما تكون عجبتكم الفيديو هذا يكون غيكون قصير يمكن هادشي اللي شفت انا يكون ما فيش بزاف ولا هادشي اللي كاين. المهم انا عجبني بزاف الاوتفيت ديالي صراحه الله غزال بزاف والله واعر. المهم راكو عارفين خفيف ظريف غير الماسكارا وصافي ما عندي ما ندير بداك فندوطه هادشي كاين تلا وناري على الروينه مالك حلي لي الروبيني باش نشرب عمركم شفتوا هادي تعلموا